مؤمن زكريا احد نجوم النادي الاهلي، ولا كان اكيد غيابه مؤثر على النادي الاهلي في مباراه النهارده، لكن في النهايه الاهم صعود الفريق لدور 16 من دوري ابطال افريقيا. مؤمن برحب بك في البدايه، واكيد النهارده كان صعود مهم جدا للنادي الاهلي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم يا امير، طبعا صعود مهم، ماتش مهم اللي انت بطوله افريقيا دي، بطوله محببه للنادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي نفسه ياخد بطوله افريقيا، نروح كاس العالم واللعيبه، ودي بتبقى حاجه مهمه، مراكات صعبه، بس الحمد لله يعني الاجواء يعتبر كويسه، ان هي افريقيا الاجواء طبعا في افريقيا بتبقى وحشه، والملاعب بس الملعب كان كويس والجو كان كويس، وقدرت تاخد اللي انت عايزه من المباراه اللي انت تسعى دوري المجموعات، ودي كانت اهم حاجه يعني. طمني بقى الاول على اصابتك، هل بقيت سليم؟ انت شاركت في اخر مران الفريق قبل المباراه، بقيت سليم وهتشارك في التدريبات اللي جايه ان شاء الله تبقى جاهز المباريات، ولا لسه محتاج فتره تاهيل مثلا؟ لا لا لسه مش سليم، ده انا كنت بس بجرب ان انا كنت الحق الماتش ولا لا، بس هي كانت صعبه ان انا الحق المباراه يعني، فكابتن حسام فضل ان انا اكون بره الماتش، بس لسه ما ارجع بقى في تاهيلات وكده، لسه فتره شويه فتره طويله ولا لا لسه يعني، ممكن ناخد لها اسبوع. اللي عرفت ان ماتش داخلها اتاجل، فدي حاجه كويسه كمان، ان انت وهيبقى في منتخب فهيبقى في وتر توقف طويله، لسه ما اعرفش الماتش اللي هيبقى امتى اللي هو في الدوري، بس في فتره راحه كويسه، وبعدين ان شاء الله الواحد يبقى كويس يعني. بطوله دوري ابطال افريقيا من البطولات المهمه جدا لجمهور النادي الاهلي، بتفكر في البطوله دي ازاي، خصوصا انت ما حققتهاش لسه مع الفريق، اكيد من ضمن اولوياتك بطوله دوري ابطال افريقيا؟ اكيد بطوله مهمه، بطوله افريقيا تحققها، توصل كاس العالم للانديه، هتبقى بطوله مهمه، فانا اتمنى من ربنا ان يكون لنا حظ السنه دي ان احنا نحقق، دي ثاني سنه ليا اشتراك مع النادي لبطوله افريقيا، فاتمنى ان انا احقق البطوله دي، بطوله مفضله طبعا للنادي، لان الاهلي خد دوري كتير وعنده كاس وبتاع وعنده سوبر، فهو بيتمنى ان هو ياخد بطوله افريقيا دي، بتزيد للنادي الاهلي اكتر، النادي خد بطوله افريقيا، فاتمنى ان شاء الله نحصلها السنه دي ونلعب كاس عالم للانديه يعني. ان شاء الله. انت دايما ما شاء الله بتجيب اهداف مع النادي الاهلي في مناسبات كتير، بس دايما الناس بتبقى في المقابل مركزه مع مؤمن زكريا، من وجهه نظرك شايف السبب ايه؟ لا انت دايما ما شاء الله بتبقى متالق مع النادي وبتبقى مؤثر وبتلعب اساسي وكابتن حسام بدري بيعتمد عليك، لكن في تركيز شويه سواء من الاعلام او من الجماهير مع مؤمن زكريا، مش قصدي جماهير النادي الاهلي عامه يعني. لا انا ما بركزش مع حد، انا بركز في شغلي، و اقول لك حاجه بس، عامه الشعب في مصر بيحب يتكلم، فسيب اللي يتكلم يتكلم براحته، اهم حاجه انت في الملعب بتادي. بص انا ما ببصش للمستقبل، انا بص يعني مش حاب تحت، لا بص لقدام يعني، الواحد ما بيبص لقدام الحمد لله ربنا بيكرمه في يعني، السنه اللي فاتت الحمد لله مفنش هداف النادي الاهلي، اكتر واحد لعب ماتشات للنادي الاهلي مع اربع مدربين، فالحمد لله ما بيبصش للحاجات دي، انا ما ببصش تحتيه، وممكن في فتره من الاوقات مثلا تبقى مش موفق، مستواك نازل مش اللي هو، بس الحمد لله على المدى الموسم الحمد لله بيبقى قد بشكل كويس من خلال زمايله طبعا وتوفيق ربنا، فالحمد لله الواحد ما بيركزش مع حد، ومش من عادتي يعني ان انا بركز مع الناس.